لكم اليوم صراحة. كان عملنا هو تسليط الضوء على عملية تسوية طريق، العملية الثالثة من تسوية طريق باب الهواء مدينة إدلب. ولكن اللي لفت نظرنا بهذا الشوب الشديد، بهذا بارتفاع درجات الحرارة، وجود الشباب شرطة المرور اللي دائما بنشوفهم بالأوقات الصعبة، اللي دائما بنشوفهم في أماكن صراحة صعبة جدا. اليوم بالوقوف في هاي في هذا الأثناء، نحن وقفنا تقريبا صرنا 10 دقائق، يعني شوب درجات حرارة مرتفعة جدا. فما بالك اليوم الشباب الله يجزيهم الخير متواجدين دائما في كل مكان، وخاصة اليوم يعني اليوم يوم استثناء يعني بالنسبة للشباب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية بداية. عافيك يا رب. الله يعافيك يا رب. قد ايش صار لك واقف هون على هالطريق؟ صار لي شغلة ساعتين تقريبا. النوبة جديدة يعني؟ كان في نوبة الصبحيات وحلت الساعة 1، ونحن من الساعة 1 استلمنا. شلون درجات الحرارة اليوم؟ والله شوفت عينك، يعني درجات حرارة عالية كثير. الله يعطيك العافية. ايش مجال عملكم هلا حاليا هون؟ نحن هون مشان توسعه الطريق، عم يوسعوا الطريق. في سيارات شحن مثل ما انك شايف، سيارات شحن بتحمل تراب وبتطلع. نحن من هدي السير، من وقف للسير مشان تقطع على الجنب الثاني، كذلك الامر على الجنب الثاني، يعني قدر الامكان من مشان ما يصير ازدحام وحوادث، ومن ميسر امور توسعه الطريق. الله يعطيك العافيه، والله يعني ان شاء الله يكتب اجركم. يعني درجات الحراره ما شاء الله مرتفعه كثير. الله يكون بعونكم يا رب. الله يسلمك يا رب. الله يسلمكم يا فاضل.